يعني الوزراء يتنازلوا شويه، بلاش حكايه يسيطروا 100% دي، خليها يسيبوا 1% بس للتقدم. وانا اشكرك جدا يا مدام بون. شكرا جزيلا دكتور ابو الغار. مش عارفه الحلقه دي من اولها لاخرها تغضب كل الوزراء وزراء كل المجموعات. ويعني مع الاحترام للجميع، استاذ لبيب السباعي عندك تعليق مهم واضح. بص حضرتك، يعني واضح انه من سياق كل الكلام انه مفيش خلاف عن على الفكره، ان الفكره سبق طرحها واستاذ جمال عبر عن الناس. واضح نمره 2 انه التمويل مش هيبقى القضيه لو الناس حست فلوسها راح فين، هتعمل بيها ايه، وبشكل مفيش فيه اي لبس. ثلاثة، واضح انه احنا قدام وضع عشان نبقى شفافين، يعني ما ينفعش الناس تتبرع بقرش في ظل قانون بيقول لهم انتوا بعد تبرعكم بدقيقة دوركم انتهى. ولا بالسؤال، القانون الحالي بيقول القانون الحالي اذا كنا هنبدأ بهذا المشروع يجب ان يبدأ بالقانون خاص بها، قانون خاص لهذه الهيئة، قانون خاص لهذه الجامعة، قانون مستقل يخرجها من مظلة القوانين اللي موجودة اللي زي دكتور بهار موصفها. لا يملك أصحابها، هقولك الحاجة، الجامعات الخاصة اللي هي أصحابها بيملكوها، يعني اللي نبيل السباعي يملك جامعة، لا يعني مكبل بقرارات الوزير وبمجلس الوزير وبصلاحيات عند الوزير تفوق صلاحيات يعني المالك. فاحنا بنتكلم في حاجه، انا مش عايز ابان ان انا زي بقول لك زي عواجيز الفرح، يعني انا 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 حلم. طيب الاوفق، ما هو بالعكس الحلم عشان يتحقق لازم نقعد نفصصه زي ما احنا بنعمل دلوقتي. دلوقتي في كلام اضيف على بدايه الحلم، يعني الاول كان التخيل انه بقرار جمهوري. في دكتور محمد غنيم قال ممكن يبقى مشروع يتقدم لمجلس الشعب. لا لا اتحرك بحاجه، هو دكتور غنيم يمكن ما وضحش قرار جمهوري بقانون في كل حال قانون، او مشروع قانون يتم او قانون يتم التقدم بيه، مش قرار بقانون ده بيطلع في هيئه المجلس. طب ماذا لو حد جه ومسؤول قال طب يا جماعه ما هي تاهت والاناه، احنا عندنا قانون الجامعات الاهليه والخاصه، احنا نعمل تعديل على قانون الجامعات الاهليه والخاصه ونشوف الافاضل المتحمسين عايزين ايه تعديلات يدخلوها على قانون على الجزء الخاص بالجامعات الاهليه ونعدله وتبقى الهيئه دي تبع للشق ده من القانون. لا يعني لا، انا يعني في تصوري انه المشروع ده الهيئه العلميه دي اللي بنحلم بيها انها لازم تكون بقانون خاص قائم بيها. يعني يخرجها من كل القوانين، يخرجها من كل هذه القوانين. معترض على انه يتم تعديل قانون الجامعات الاهليه؟ عمليا حضرتك بتتكلمي في قانون، انا مش عايز زي ما الدكتور غنيم قال ده اللي انا قلته ده يعني ايه الجزء اللي يتعلق بالحته اللي بنتكلم فيها، لكن فيه مثال هو سماها مثالب، يعني مساوئ اخرى في القانون كثيره جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلي. الجامعه الاهليه ممثله في مجلس فيه 30 عضو بعضو، واحد من 30 جامعات الأهلية، يعني لو ظهرت جامعات أهلية يعني في بورد بيدير هذه الجامعات بيحكم عليها، بيحدد لها تدرس ايه وتعين مين وتبقى عندها ابحاث عن ايه. هذا المجلس حوالي من 30 او 32 شخص، 32 عضو، يعني منهم واحد فقط اللي يمثل الجامعه، بس الجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه كلها تعددت. الجامعات الاهليه كلها اذا تعددت حتى اذا طلع اربعه خمسه من اللي بينادي بيهم استاذ جمال. البدايه زي ما قلت جمال ان يبقى في قانون خاص بعيدا عن كل هذه القصص. حال واضح جدا في الحلقه دي بخلاف موضوع حلم العلم انه مع المتشائمين والمتفائلين المساله سواء، الكل يطالب باستثناء هذا المشروع او هذه الهيئه من اي تبعيه لاي مؤسسه حكوميه. وانا شايفه انه ظاهره لو حصلت في اي بلد في العالم زي دي لازم تستحق الدراسه. يعني ما حدش عنده اي ثقه انه ممكن النظام الرسمي يعطيه احساس بالامان انه المشروع سيتم بصدق وشفافيه. حاجة مزعجة ومؤلمة، بس ده واضح جدا. هناخد أستاذ ممدوح، اتفضل أستاذ ممدوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتنا لحضرتك ولبرنامجك المتميز. شكرا يا فندم. ولضيوف حضرتك. أنا البرنامج بيقول إن ده حلم.
لا انا بقول ان ده اصبح هدف. والهدف عشان نحققه لازم يبقى محدد ويمكن قياسه وفي اليات لتنفيذه. والطموحات المفروض ما تحكمهاش قيود الحاضر او التجارب الفاشلة السابقة اللي قبل كده. احنا عندنا مجموعات من العلماء بيمثلونا في جميع انحاء العالم وعندنا قواعد علمية فعلا موجودة بس محتاجة دعم. يمكن عندنا المركز القومي للبحوث ده مركز عطاء وفيه علماء كبار جدا جدا وانا يمكن تطوير هذا المركز ودعمه. طيب استاذ ممدوح حضرتك بتشتغل ايه؟ تابعة للحكومة او غير تابعة للحكومة؟ لا هي انا بعتقد انها يجب ان تكون هيئة مستقلة وليها تنظيمها ويشارك ولها قانونها الداخلي. نعم يا فندم. ولها قانونها الداخلي. ولها تنظيمها ولها قانونها الداخلي واللي يحددوا بقى العلماء المتخصصين في ال ال. طيب استاذ ممدوح حضرتك بتشتغل ايه؟ انا اساسا خبير في الاداره ويعني بدرس في برامج الاداره. طيب لو 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 فرضا يعني الموضوع ده اتحقق ممكن تتبرع بكام كده مثلا؟ اتبرع بدمي زي ما قال. لا 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 خلينا خلي الدم ده بعدين في البنك الدم. قول لي ممكن تتبرع يعني ايه المبلغ اللي تحس انه اتبرع بنص معاشي لحد لما اقول للدنيا السلام عليكم. بنص معاشك. ايوه شكرا يا استاذ ممدوح. بعد الفاصل لا قبل الفاصل احنا معانا اتصال معلش بقاله كتير جدا دكتور حسام موافي. اهلا بحضرتك انا اسفه قالوا لي حضرتك بقالك كتير على التليفون. اتفضل. لا لا مفيش مشكله خالص. اتفضل يا فندم. مساء الخير عليكي وعلى جميع الضيوف. اتفضل. انا بس عندي نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى بشترك فيها مع كل اللي اتكلموا قبلي وهي ان تكون هذه الهيئه هيئه مستقله تماما عن الحكومه مش لاي سبب الا للخوف من التعيينات. لما حضرتك بتبقى حاجه حكوميه بيبقى التعيين فيها معروف شكله ايه، اما بتبقى مستقله حاجه احسن احسن ناس. دي نقطه مهمه جدا. طب وايه اللي يضمن انه ما يحصلش معلش اسمح لي بس يا دكتور حسام الانحرافات موجوده في القطاع الرسمي والقطاع الحكومي موجوده كمان في القطاع الخاص. ايه اللي ممكن يضمن عدم وجود انحرافات؟ لا اقل جدا جدا في القطاع الخاص لان القطاع الخاص قلبه على نفسه يعني بيبقى قلبه على الحاجه بتاعتها اكتر كتير جدا غير التعيينات اللي احنا شايفينها في القطاع الحكومي. النقطه الثانيه المهمه جدا حضرتك هتعيني مين في هذه الهيئه؟ خريجين الجامعه بتوعنا. خريجين الجامعه دلوقتي مش على المستوى اللي حضرتك تقدري تعتمدي عليه اعتماد كلي وبالتالي انا بقترح استكمالا للمشروع ان احنا نبتدي من الصفر نبتدي من الطفل نعمل زي زمان مدارس متفوقين ننقي الولاد النوادر الولاد المواهب دول يبقوا لوحدهم دول اللي يكملوا ويتعلموا لوحدهم لحد ما يوصلوا لحضرتك ان علماء هناخد 15 سنه 20 سنه انما احنا بيجي لنا في كليه الطب ناس جايبين 100% في الثانويه العامه وهو مش طبعا مش عايز يا دكتور طبعا. حسام الحقيقه الحلم بيتوسع وباين في طمع انتوا عايزين تصلحوا كل حاجه مره واحده. يا استاذ جمال فتحت على الناس فتوحه. طيب بالنسبه للجزئيه الخاصه بالخريجين بيتهيألي ان الدكتور ابو الغربي يجيب عليها قال انه الخريجين المتميزين عندنا هيتم ابتعاثهم للخارج ثم استخدامهم مره اخرى. يعني ده في حل لفكره اي نوع من عدم التواكب مع المستوى العالمي. انا هقول لحضرتك انا ليه يعني واضحه فكرتك يا فندم وهي فكره طبعا مهمه جدا ومحترمه فكره البحث عن المتميزين منذ البدايه. اشكرك يا دكتور حسام. بعد الفاصل هنرجع ونسأل اتصالات كتير.